السادة الوزراء، سيدة السادة ممثلي الوزراء، السيدة والسادة رؤساء المجالس الدستورية، اللقاء ديال اليوم حول المناظرة الأولى حول الوطنية الأولى حول المرأة والأسرة ورهان التنمية اللي كتنظمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اللي جات من بعد الخطاب الملكي السامي ل 30 يوليو 2022، خطاب العرش اللي أعطى فيه صاحب الجلالة نصره الله واحد الحيز كبير من الخطاب لموضوع المرأة ولضرورة النهوض بوضعية المرأة والأسرة في بلادنا. فمن بعد هذا الخطاب الملكي السامي كانت واحد دينامية مجتمعية إيجابية جدا ديال عدد من اللقاءات والمقترحات من الفاعلين، سواء مؤسسات دستورية وطنية، سواء أحزاب، سواء مجتمع مدني. فقلنا القطاع يعني وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة كقطاع عنده الاختصاص في مجال المرأة والأسرة والتنمية، أن خصنا ننظموا واحد اللقاء باش نجمعوا فيه هذه المقترحات. فقمنا يعني بهذا التجميع، بغينا نديرو على عدد من المستويات. اولا اطلقنا واحد الاستشاره الكترونيه، استشاره مواطنه الكترونيه مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللي غادي تقدم اليوم. السيد الرئيس معنا كيشرفنا غادي تقدم اليوم. وايضا قلنا خلال هذا اللقاء نستمعوا للقطاعات الحكوميه، عدد من الوزراء حاضرين معنا اليوم، وايضا المؤسسات الدستوريه، الشركاء الدوليين حول يعني الممارسات الفضلة في مجال المرأة والأسرة عالميا، وأيضا وخاصة المجتمع المدني والمنظمات الحزبية النسائية، باش نسمعوا لهم ونعرفوا شنو المقترحات ديالهم، باش اليوم الهدف المناظرة الوطنية، هذه المناظرة الوطنية الأولى حول المرأة والأسرة والتنمية، هي نخرجوا بأشنا هي المحاور الهامة اللي كيعتبروها أنتوكا المغاربة كيعتبروها هامة، باش نقدروا نكونوا عندنا واحد المساهمة فعالة في النهوض بوضعية المرأة والأسرة. مناظرة مهمة حول موضوع المرأة والأسرة والتنمية، كتلخص أولا المجهودات اللي كتقوم بها الحكومة في الرفع من نشاط النساء من نسبة 20% إلى أكثر من 30% في المستقبل إن شاء الله. الحكومة واعية بأهمية هذا الموضوع، هذا هناك سياسات عمومية مهمة جدا، هناك برامج الهدف منها هو الرفع كيف ما قلت أولا من نشاط النساء، وأيضا الاشتغال أكثر على التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للنساء. توصيات غتخرج على هذه المناظرة والحكومة في الاستماع، أيضا تقرير ديال المجلس الاقتصادي الاجتماعي قدم أرقام مهمة كلها غادي نشتغلوا عليها ان شاء الله، وهذا الموضوع هذا يعني الحكومه كتعطي اهميه كبيره جدا. المجلس الاجتماعي والاسره بشراكه مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.